اليوم العالمي للمرأة ما هو غير نهار من أيامات الله، لأن المرأة كتعيش 365 يوم في حياتها كل سنة، و 365 يوم وهي مرأة وهي أم وهي زوجة وهي أخت وهي بنت، يعني بجميع أنواع المسؤولية اللي محطوطة عليها على العاتق ديالها. وهاد النهار إلا كان يعني نهار إلا بغيتي تقولي كنهضرو على مجال حقوقي، شنو فين وصلت في الحقوق ديالها، فين وصلت في الواجبات، شنو باقي خصها باش يكون عندها الحق ديالها تمتع به بكل معنى الكلمة، لأن باش يمكن المرأة تعيش بكرامتها خص يكونوا واحد العدد ديال الحقوق مضمونين ليها من الناحية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والبيئية إلى آخره إلى آخره. لا تحقات ما نقولوش بلي ما تحقاتش مكتسبات في المغرب، كاين الباب تحل ماشي ما تحل شيء، ولكن باقي خصنا الخدمة. ما غاديش تجي الحاجة دغيا في ظرف واحد المدة من عدد ديال السنين، غادي من 2010 ل 2000 ودابا حنا 2017، سبع سنين فاش بدات الحركة كتهضر على حقوق المرأة بالخصوص، قليلة بزاف، لأن كاين مشكل ديال العقليات، خصك تخدمي مع العقليات، العقليات يتغيروا باش تغير النظرة الدونية اللي كيشوفوا فيها بعضين المرأة المغربية. كينساو بأن هي أمهم، هي أختهم، هي بنتهم، كيشوفوا غير المرأة مجرد مرأة كأنثى، وهذه هي اللي خصنا نحيد لهم هذه الفكرة. نرسم هي بحال الرجل خلق المرأة والرجل مساويين مقادين، لا من الواجبات ولا المسؤولية ديالهم ولا من الحقوق ديالهم. الرسالة اللي كنوصل للرجال كنقول لهم الله يخليكم انتم رجال، حيت في العادة المغربية كيقول لك الأم هي اللي كتربي بنتها، أنا كنقول العكس صحيح، الرجل خصو يكون قريب من بنته ولا أخته، خصها تكون كتوقرو كتحتارمو ماشي كتخاف منه. إذا كانت كتخاف منه الغلطات كلهم اللي كاينين في الدنيا غادي يطيحوا عليها على كتافها بلا ما تشعر باللي راه هي ضحية ديال الاستغلال إلى آخره. ولا كانت قريبة لباها وكتهضر معاه وقريبة لخوها كتهضر معاه، ما غادي تكون تفادات واحد العدد ديال المشاكل. ونفس الشيء بالنسبة للمرأة خصها تكون تاني قريبة من ولدها. احنا دابا اش كنقولوا البنت لامها والولد لباه؟ لا، كل واحد عنده حقه في التربية ديال ولاده. المرأة عندها واحد الميزان ثقيل حدا ولدها باش ما يطيحش في الأغلاط اللي كيقدر يطيح فيها، والرجل كذلك ومثال. نهار اللي نوصلوا لهاد الدرجة هذه ديال المسؤولية غادي نكونوا نقزنا واحد المرحلة اللي هي يعني اللي هي اللي كتكون لنا بما يسمى بحقوق الإنسان. لأن ملي جيت الميدان الاجتماعي والجمعوي لقيت واحد العدد ديال المشاكل. أنا في الطبع ديالي ما كنتسناش شي حد آخر يجي يحل لي المشكل في بلاصتي، ما غاديش نتسنى الحكومة تحل مثلا المشاكل، غادي نحاول نحل أنا شنو قدرت نحل بالطريقة ديالي بالعمل ديالي. من بعد غادي نقدر ننادي الحكومة ولا ننادي المجتمع ولا كيف كندير دابا. إنما دوك القصص اللي كاتبة في ميزيريا ورا رسالة مفتوحة للمجتمع المغربي، لأن كنتكلم فيهم على حالات اللي هي صعيبة بزاف، خادمات اللي تهرسوا اللي تغتصبوا اللي تكرفصوا، أطفال ضحايا العنف، زناء المحارم والعياذ بالله، أطفال متخلى عنهم. إحنا واحد العدد ديال المشاكل الاجتماعية أنا كنهضر عليها، ها شنو قدرت ندير، ها كيفاش حليت المشكل ونجحت، أو لا ها كيفاش ما نجحش باش نحل المشكل وها شنو السبب. يعني كنهضر مع المجتمع باش حتى هو يتوجد، راه كل واحد فينا عنده دور ما يدير في هاد البلاد هادي. باش توصلوا بالجديد ديروا جيم لاباج ديالنا، تابعونا على اليوتيوب وما تنساوش تخليو كومنتير.